عسلامة، مرحبا بكم. أنا نزار شعري، بي دي جي دو تونيفيزيون جروب و بريزيدون دو تونيفيزيون فاونديشن. أنا أصيل مدينة صفاقس، قريت في ليسيت غارسون في صفاقس، خديت الباك ظهر لي 93-94 حاجة كيما هكا في ليسيت غارسون، دونك فوالا. ومن بعد عملت فرونسي ليتيراتور سيفيليزاسيون فرونسيز في الفاك دو ليتر دو صفاقس. خليني نقول أكثر حاجة نتفكرها هي أجواء الانتخابات، أجواء الانتخابات نتاع المجالس العلمية وإلا في الجمعيات والمنظمات اللي نشط فيها وقتها. أنا كنت ننشط برشا في المجتمع المدني، برشا في السياسة، دونك الفكرة أنه كنت نقرا سيفري كوم ما كنتش نقرا الحاجه اللي نحب عليها كيما برشا من العباد اللي يتفرجوا عليا في لي فاك اليوم. دونك بالنسبه ليا كانت اهم حاجه هو وقتها خدمت في ذات فيكس، اي سورتو اجواء الانتخابات اللي ربحت منهم برشا واللي بين ظفرين فشلت فيهم، خاطر انا كيما نيلسون مانديلا لا افشل البتة، انا انجح او اتعلم، تعلمت منهم برشا باش ربحت الانتخابات اللي بعد. لو كان ننصح نزار اللي عمره 20 سنة ممكن ما نقولوش بدل حاجة كبيرة، على خاطر الحقيقة مانيش نادم على اللي عملته، دونك بتاتر نقولو عاود افيك لا ميم بيرسيفيرونس افيك لا ميم باسيونس، ما تقيسش كيما عملت بالضبط، فرحان بيك برشا واصل. انا نقرا برشا، دونك ما ثماش كتاب برك، نتفرج برشا في السينما، ما ثماش فيلم برك، جو كونسوم انورميمون دو كونتينو، برشا محتوى. دونك نعتقد انه لكل مرحله من حياتي ثم كتاب او مجموعه كتب وفيلم او مجموعه افلام. خليني نقول انه في البيريود نتاع نزار اللي في الفاك ولا في الليسي كانت كتب مو باسون زولا اي مو باسون، دونك سيت بيريود لا نتاع ليتيراتور كانت مهمه برشا بالنسبه ليا. سي فري قريت برشا مونتيسكيو ديديرو فولتير ايتترا، لكن لقيتهم برشا انستيتيوشنيل، دونك ديما مو باسون جيم سون ستيل. مي توا غونيل كي في دو تري تري بون ترافاي، مارك ليفي جادور سي لا ريشيس اي سورتو لا ليجيرتي دو سون ستيل، دونك اقرا وكتب سي مهم برشا، مهمه برشا الحكايه. اي في الافلام ظهر لي الفيلم اللي اثر فيا سبيسيالمون هو ماتريكس الاول 99. انا ننصح ليتيديونيت يقراو تو كور، يعني من بعديك كل ايتيديون شنو يحب. المشكله في تونس انه ليزيتيديون ابار الكورسوس يونيفرسيتير ماهمش قاعدين يقراو، دونك اقراو برشا. نشوف ديزيتيديون اللي دايرين بيا يحبوا الكتب مثلا تاع باولو كويلو ولا يحبوا بور ديد ريتش ديد اتسيتيرا، الفايده مش اما هو كتاب، الفايده اقرا كتاب او تجمو تقرا كتاب تونس في عينيا نزار الشعري. باش ينجحوا اعملوا اللي تحبوا عليه، اعمل الحاجه اللي تحبها، ما تعملش حاجه على خاطر قالوا لك باهيه وتجم تلقى فيها خدمه، على خاطر امك تحبك تطلع طبيب، على خاطر ابوك يحبك تطلع مسمار في حيط، ما تعملش خدمه على خاطر اصحابك الكل مشاولها، اعمل الحاجه اللي تحب انت عليها، اسال روحك بينك وبين روحك انا شنو نحب نعمل، شنو هي الحاجه اللي وقت نقوم الصباح نقوم على خاطرها موتيفي، نفوت تلقى الاجابه هذيا حياتك الكل تعدى سعاده. راهو لو بلوز امبورطون سو ني با غاني دو لارجون، لو بلوز امبورطون نو با اتر معناتها افيك une autorité dans le monde. Le plus important, c'est d'être heureux. Donc, pour être heureux, trouvez quelque chose que vous aimez et faites-la. الباسيون تاعي انا عندي برشا دي باسيون، لكن الباسيون سبيسيال هكا اللي نحبها برشا هي الخدمه. انا مدمن خدمه، يتسمى وركوهوليك. ما اعتبرش عباد يقولوا لي انت محظوظ في حياتك، نقول لهم الحمد لله لكن ماهوش الحظ اللي عمل اللي عملته. كيف كيف يقولوا لي موهوب، نقول لهم الموهبه ما تعني حتى شيء بلاش خدمه. بالنسبه لي انا ورك ورك ورك، الخدمه هي الخدمه الخدمه، يعني انا مدمن خدمه بالحق. ونتمنى انه اي شاب يتفرج في هالفيديو هذايا يفهم انه بلاش خدمه ما ينجمش يوصل. تنجم تكون عندك احلام كبيره، لكن اذا تغم على راسك الصباح كامل ترقد احلامك تبقى دائما احلام. باش تحقق احلامك قوم واخدم. حاجه اخرى اللي انا مغروم بها سي ما فري باسيون سي لا تونيزي. انا نحب برشا تونس، نحب كل شبر في البلاد هذيا، درتها برشا مرات، نعرف كل الاماكن اللي فيها، نعرف ناسها، نحب ناسها، نتعامل برشا معاهم. سي فري سافرت برشا 53 ولا 54 بلاد البرا، لكن البلاد الوحيده اللي نحب نعيش فيها رغم كل التناقضات اللي فيها والمفارقات اللي فيها هي تونس. انا حلمي اللي بطبيعه بيزم ولي اوبجيكتيف باش نحققه، على خاطر الاحلام كيما قلنا ما تتحقق كان ما ترجعها لزوبجيكتيف وتخدم عليها، هو حاجه اسمها قرطاج الجديده. انا بالنسبه ليا الحضارات اللي تعدوا على تونس كانوا مهمين في تركيب تونس والتوانسه، لكن الحضاره اللي انطلقت من تونس وجهت للعالم ونجحت في العالم خمسه قرون والامبير نتاع قرطاج يحكم في العالم هي قرطاج. اذا نهار نحبوا نرجعوا نستمدوا فخر واعتزاز وانتصار، يلزمنا نرجعوا لحضاره انطلقت من هنا ومشيت للعالم، مش من الحضارات اللي جات مرحبا بها واستوعبناها في تونس. إذا حلمتي الكبيرة هي قرطاج الجديد. فوالا، نتمنى أن اللي قلناها الكل عجبكم. ستي نزار الشعري فور ستودنت ماجازين.